وقد كللت هذه المجهودات بتخفيض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50% خلال سنة 21، مع التطلع إلى التوجه إلى التصدير في السنوات القليلة القادمة كما لم تستورد أي كمية من الوقود في 2021. أما بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة للساكنة، فإننا نفتخر اليوم بأننا حققنا قفزة نوعية ومستويات من بين الأعلى في المنطقة بل وفي العالم، بربط أكثر من 99% من المنازل بالكهرباء وأكثر من 65% منها بالغاز الطبيعي. وتبقى الجهود مستمرة لربط المناطق النائية والمعزولة عبر التراب الوطني بما فيها المحيطات الفلاحية ومختلف المستثمرات من أجل تحسين ظروف معيشة الساكنة وتعزيز الديناميكية الاقتصادية. وبهذا الخصوص فإن الدولة تولي بالغ الاهتمام لمواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الإنعاش الاقتصادي والانتقال الطاقوي من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المدين المتوسط والبعيد من خلال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة. إن هذا الاهتمام نابع من إيماننا العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الطاقة والمناجم كمحرك لتطوير القطاعات الأخرى للاقتصاد وتسريع سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني، وهو ما تعهدت به عند تولي مسؤولية رئاسة الجمهورية بالسعي إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع مدير للثروة ومولد لمناصب الشغل وصانع للرفاه الاجتماعي، بما يعزز أمننا الغذائي ويحصن الأمة من التبعية القاتلة للمحروقات وجعل هذه الأخيرة محرك للنمو ومصدرا للتنويع الاقتصاد الوطني.